الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، الله المستعان وبه ثقتي. هذه الحلقة اللي نتكلم فيها هذه الحلقة الثالثة من أحكام الجمعة، بارك اللي نتكلم على جائزات الجمعة. واحد من جائزات الجمعة تخطي الرقاب الجالسين قبل جلوس الخطيب على المنبر لفرصة يجلس فيها وكره لغيرها، أي لأنه ليس من مقدمات الخطبة بخلاف الجلوس قبلها، فإنه تأهل لها تقريبا. اثنين من جائزات الجمعة التخطي بعد الخطبة وقبل الصلاة مطلقا، أي لفرجته وغيرها. الثالث من جائزات الجمعة مشي بين الصفوف ولو حال الخطبة. الرابع جاز كلام بعد الخطبة بافتداء إقامة الصلاة وكره حينها، ويحرم بعد إحرام الإمام في الجمعة وغيرها، إذ ليس هذا التفصيل خاصا بالجمعة، لكن الذي نص عليه ابن رشد أنه مكروه، ونص غيره على جوازه حال الإقامة وفي المدونة. ويجوز الكلام بعد قراءته من الخطبة وقبل الصلاة، وروي عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنهما، كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن يكبر. انظر جواهر الإكليل وشرح أقرب المسالك. والخامس من تقريبا من جائزات الجمعة جاز ذكر كتسبيح وغيره، قل سرا حال الخطبة، ومنع الكثير جهرا لأنه يؤدي إلى ترك واجب وهو الاستماع، قال الشيخ خليل، وإقبال على ذلك إن قل سرا كتامين وتعود عند ذكر السبب. وقال لك حمد عاطس تعويذ التكييف قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأدخلت الكاف الاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كحمد عاطس سرا، أي حال كوني تامين وما بعده سرا، والمفهوم منه عدم جوازها جهرا. جاز السات جاز نهي خطيب عن منكر رآه حال خطبته أو أمره بمعروف، كان يقول له انصت أو لا تتكلم لمن تكلم، أو لا عنه ما يتخطى عناق الناس أو نحو ذلك. السابع من الجائزات جاز إجابة الماموم للخطيب لإظهار عذره، كان يقول فعلت كذا خوفا على نفس أو مال ونحو ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب لسليك أصليت؟ فقال لا، فقال عليه الصلاة والسلام قم فصلي ركعتين فتجوز فيهما. تنبيه، ولا يكون كل من الخطيب والمجيب لاغيا. الثامن من الجائزات احتباء بيد أو ثوب في خطبة لجالس، وكذلك له يتكلم لكم اللي على مكروهات، هذا هو فوائد الجائزات، ودارك له يتكلم لك على المكروهات. كم عدد مكروهات الجمعة؟ واحد، مكروه ترك الخطيب الطهر في خطبتين بأن يخطب وهو محدث سواء كان أصغر أو أكبر، فليست الطهارة شرطا في صحتها صحتهما، نعم هي شرط كمال، وإن حرم عليه المكث في المسجد إن كان جنوبا. اثنين، مكروه ترك العمل يوم الجمعة أي لأجله يفعله استنانا لما فيه من التشبيه بأهل الكتاب، وقاص به تعظيم اليوم كيف السبت اليهود واليوم الأحد للنصارى، فإن كان للراحة جاز، قال الشيخ خليل، والعمل يومها عن الترك لعمل يومها مجد. الثامن من المكروهات السفر بعد الفجر يومها لهي الجمعة، قال الشيخ خليل، وجاز قبله أي الفجر وحرم بالزوال إلا أن يعلم إدراكها مثلا عاد قدامه مثلا مسجد الذي يدرك فيه تركه، والله يخشى على نفسه وماله بإهاب وسفره وحده. الرابع من المكروهات تخطي رقاب الجالسين قبل جلوس الخطيب على المنبر لغير فرصة، لأنه به اللي يؤذي الجالسين. الخامس من المكروهات مكروه التنفل عند الأذان الأول
لا قبله لجالس في المسجد، لا داخل يقتدى به من عالم أو سلطان أو إمام، لا لغيرهم خوف اعتقاد العامة وجوبه. سؤال: ما هو حكم التنفل بعد صلاة الجمعة؟ يكره التنفل بعد صلاة الجمعة إلى أن ينصرف الناس من المسجد. تنبيه: فيكره تنفل الإمام قبل الخطبة إن كان جالسا في المسجد. السادس من المكروهات: يكره حضور شابة غير مفتنة للجمعة، وأما المفتنة فيحرم حضورها. كم سؤال: كم عدد محرمات الجمعة، صلاة الجمعة؟ 1: حرام تخطي رقاب الجالسين والله يكلمهم في المسجد حال الخطبتين لا قبلهما وبينهما في الجلسة الثانية، ولو لم يسمعوا الخطبة يتوقع ما يسمع الخطبة يبعد بهم بعدها والله طرش. قال الشيخ خليل: إلا أن يلغو أو يتكلم الخطيب بكلام لاغ خارجا عن نظام الخطبة، كمدح من لا يجوز مدحه والله سب من لا يجوز سبه، فيجوز الكلام حينئذ. قال بعضهم: يكره الكلام في الخطبة في رأي الإمام الشافعي المقتفي، وهو لداء إمامنا ذو منعي، وذاك عند الشافعي مرعي. هذا على المختار أي للخمي من الخلاف، وهو قول مالك وعبد الملك وابن حبيب رضي الله تعالى عنهم، ومقابله لمالك أيضا. لا 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 أنه لا ينبغي الكلام حال لغو الإمام. تنبيه: مثل الكلام الأكل والشرب وتحريك ما له صوت كورق والله ثوب شديد والله سبحة. ومن المحرمات ملي السفر عند الزوال لمن تلزمه الجمعة إلا لضرورة فلا يكون حراما. ثالث من المحرمات: السلام من داخل أو جالس على أحد فيحرم حال الخطبتين. الرابع: يحرم رد السلام ولو بالإشارة بخلاف إشارة له من المصلي فيجب. الخامس: تشميت عاطس بأن يقول له يرحمك الله فأولى الرد عليه. وكذلك يكره ملي ما هو حكم السفر يوم العيد؟ لا يجب لك حكم هونتو ما بتنوفين من تقريبا المحرمات. السادس من المحرمات: نهي شخص لأخ نهي شخص لاغ فيحرم من غير الخطيب بأن يقول له اسكت لحديثه إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة انصت فقد لغوت الحديث، رواه البخاري ومسلم. السابع من المحرمات: يحرم حصبه أي رمي اللاغي بالحصباء زجرا له لخبر من حرك الحصاء فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له أي كاملة الأسر كما قال صلى الله عليه وسلم. الثامن من المحرمات: إشارة له أي للاغي بأن يكف مثلا وأحرى المكالمة. التاسع من المحرمات: أكل أو شرب. العاشر من المحرمات: ابتداء النافلة عند صعود الخطيب المنبر للخطبة على جالس في المسجد قبل خروجه ويقطع، سواء حرم بهما عامة أو عامدا سواء أحرم بهما عامدا أو جاهلا فلا يقطع ولو لم يعقد ركعة. قال الشيخ خليل: واللي داخل المسجد حال خروج الإمام للخطبة وبعده يقطع إن أحرم بهما عامدا ولو عقد ركعة، لا إن أحرم بهما ناسيا أو جاهلا فلا يقطع ولو لم يعقد ركعة. وقيل: يجوز النفل الداخلي كمذهب الشافعي والسيوري من المالكية لحديث سليك الغطفاني، وتأوله ابن العربي بأنه كان فقيرا ودخل يطلب شيئا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة ليتفطن الناس له فيتصدقوا عليه على أنه لم يصحبه عمل فهو منسوخ. قال بعضهم: يحرم النفل إذا ما دخل ووجد الإمام يخطب على مذهب مالك وقال الشافعي لابد من تحية للجامع. قال بعضهم: يحرم النفل إذا ما دخل ووجد الإمام يخطب على مذهب مالك وقال الشافعي لابد من تحية للجامع.
سؤال: هل يقطع المتنفل نافلته إن دخل عليه الخطيب وهو متلبس بها؟ جواب: لا، ولو علم أنه يدخل عليه قبل تمام صلاته. 11 من المحرمات: حضور شابة يخشى منها الفتنة إلى الجمعة. المحرم 12: البيع والشراء ونحوهما عند الأذان الثاني إلى أن يسلم الإمام. قال الشيخ خليل: وفسخ بيع وإشارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثاني، فإن فات فالقيمة حين القبض كالبيع الفاسد لا نكاح وهبة وصدقة وكتابة وخلع. قول الشيخ خليل: وفسخ بيع، أي ممن تلزمه الجمعة أم لا؟ لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الآية. ومحل حرمة البيع ما لم يحتج لشراء ماء الوضوء، وإلا فيجوز له الشراء. قوله: وإشارة، وهي عقد معاوضة على منفعة وأراد بها ما يشمل الكراء. قوله: وتولية، أي ترك بعض مبيع لغير بائعه بحصة من ثمنه. قوله: وإقالة، أي شعل المبيع لبائعه بثمنه. قوله: وشفعة، أي رد المبيع من يد المشتري بثمنه جبرا عليه. قوله: بأذان ثان، أي عند الشروع فيه، وهو الذي عقب جلوس الخطيب على المنبر إلى استلام من الصلاة. قوله: فإن فات، أي المبيع بيد المشتري بتغير قيمته، فالقيمة أي فلا يفسخ وتلزمه القيمة للمبيع معتبرة حين القبض للمبيع من بائعه. قوله: كالبيع الفاسد، أي بسبب غيره وبسبب غير وقوعه عند الأذان الثاني، وهذا بيع فاسد، ولكن فساده أنه وقع بأذان ثاني. وعنه يعود فاسد من جهة، أنه يعود باطل فاسد من جهة أخرى. قوله: لا نكاح، أي لا يفسخ نكاح عقد عند الأذان الثاني وينحر مقوله. وهبة، أي تمليك ذات بلا عوض لثواب أخرى مثلا. وأما عند الثواب، وأما هبة الثواب فهي كالبيع. قوله: وصدقة، أي تمام، أي تمليك ذات بلا عوض لثواب الآخرة وخلع، أي طلاق بعوض. تنبيه: وإنما لم يفسخ النكاح وما معه فإنه ليس فيه عوض متمول، فإذا فسخت عاد الضرر على من لم يخرج من يده شيء. سؤال: ما هي الأعذار المسقطة، بمعنى المبيحة للجمعة، المسقطة للجمعة مثلا؟ 1: شدة المطر وهو ما يحمل الناس على تغطية الرأس. 2: شدة وحل، اللي هو الطين تقريبا، وهو ما يحمل وسط الناس على خلع المداس اللي هو النعيل. 3: من الأعذار الجذام الذي تدور رائحته بالناس، فالجذام اليسير ليس من أعذارها، ومثل الجذام البرص، نعوذ بالله. ومحل كونه ما ذكر مسقطا إذا كان المجذم ونحوه لا يجد موضعا يتميز فيه، أما لو وجد موضعا تصح فيه جمعته ولا يضر بالناس فإنه تجب عليه اتفاقا لإمكان الجمع بين حق الله تعالى وحق الناس. 4: مرض يشق معه الحضور للجمعة ماشيا وراكبا وإن لم يشتد، ومنه الكبار في السن الذي يشق الإتيان معه ماشيا وراكبا. 5: من الأعذار المبيحة للتخلف التمريض لأجنبي ليس له من يقوم به وخشي عليه بتركه الضيعة. وكذلك ملي تمريض خاص، تمريض لقريب خاص كولد ووالد وزوج، ولو مع وجود من يقوم به ولو لم يخشي عليه الضيعة بتركه. 6: من الأعذار المبيحة القيام بشؤون محتضر يشرف على الموت، وكذا القيام بتجهيز ميت وإن لم يمرضه لما يدهمه من شدة المصيبة، وله أن يخرج إليه من الجامع والإمام يخطب. قال الشيخ خليل: يشرف قريب ونحوه، أي القرب كصديق ملاطف وزوجة إلى آخره. 7: من الأعذار المبيحة خوف على ما له بال له ولغيره، وهو الذي يشحه بصاحبه، وكملي مثل الخوف على العرض والدين، العرض والدين، وكان يخاف قذف أحد من السفهاء له
أو إلزام قتل شخص أو ضربه ظلما، أو والله إلزام بيعة ظالم لا يقدر على مخالفته. ثامنا من الأعذار المبيحة للتخلف الخوف من الحبس والضرب، وأولى ما هو أشد منهما كقتل وجرح. قال الشيخ خليل: والأظهر والأصح هو حبس معسر، أي في الباطن، وظاهره الملاو. ظهرت عنه ما عنده شيء هو ملان، بخلاف إن خرج إلى اللي مثلا نحبس في الدين الذي عليه حتى يثبت، يعود يكساين نحبس في الدين حتى يثبت عسره، فيباح له التخلف، التخلف عن الجمعة والجماعة. على أنه قول مالك، على أن على أحد هذا على أحد قولي مالك رضي الله تعالى عنه. التاسع من الأعذار المبيحة للتخلف: فقدان ما يستر العورة. قال الشيخ خليل: وعيون، أو هل هو عري العورة أو عري المثل؟ والمراد بالعري لا يجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به، وإلا لم تجب عليه. وهذه الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحة. العاشر من الأعذار المبيحة للتخلف: الرائحة الكريهة التي تؤذي الجماعة، كرائحة الثوم مثلا والبصل، النجي مثلا، وكذا كل ما له رائحة كريهة. ما هو حكم من تلبس برائحة كريهة؟ حكمه أنه يجب عليه إزالتها بما يقدر عليه إن أمكن. الحادي عشر من الأعذار المبيحة للتخلف: عدم وجود قائد للأعمال إذا كان يهتدي بنفسه، أو له من يقوده ولو بأجرة لا تصح به، وإلا فيباح له التخلف. ما هو الحكم إن كان يهتدي بنفسه للمسجد ذيك الساعة وجبت عليه الجمعة؟ قال الشيخ خليل: لا عرس بكسر العين، لا عرس أي عريس، أي لا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة بما بها ابتداء كعرس مثلا، أي عروس، هذا هو المشهور. وقيل يبيحه لأنها عندها حق في إقامته، عندها 7 كانت بكرا و3 كانت ثيبا. قال العلامة: أدى واختير في العرس اتباع العرف، اتباع عرف الناس، يعاد عرفه مع أنه ما يمشي عنها كذلك، ويعاد حسب العرف توف. سؤال: هل من شهد صلاة العيد يوم الجمعة كانت تنوبه صلاة العيد أم لا؟ من شهد صلاة العيد في يوم الجمعة لا تنوبه صلاة العيد عن حضور الجمعة، فلا يباح له التخلف عنها ولا عن الجماعة، خلافا لعطاء بن أبي رباح. إلين يقول في قال بعضهم عن من علمه الغريب أن الجمعة والورهاء وركعتا عيد مع في اليوم يوجب صلاة العيد، معناها يسقط صلاة العيد ويكتفي عن ظهرها المعهود. قال الشيخ خليل: أو شهود عيد إلى آخره. وإن أذن الإمام أي في التخلف، لأن ذلك حق لله لا له. وانتهت هذه الحلقة 3 من أحكام الجمعة. وأوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم وتجديد التوبة وتجديدها، التوبة النصوح لله سبحانه وتعالى، فمن تاب تاب الله عليه. وأوصيكم بالتعلم علم وجه الله سبحانه وتعالى، وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع سنته، والاقتداء بأخلاقه صلى الله عليه وسلم ومحبته، فلنا به سوة حسنة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.